دولة المغرب كدولة رائدة زراعيا وصناعيا في أفريقيا تتميز بعلاقات قوية واسعة وعلاقات معتدلة وتبادل له من الأرضيات ما يؤهله لأن يتنامى ويتطور. وحتى تستفيد دولة المغرب من منطقة التجارة الحرة الأفريقية بحكم أن المغرب لها باع وتقدم وخبرات واسعة في المجال الزراعي والصناعي وخاصة الصناعات التحويلية، يمكن أن تنقل تلك الخبرات للدول مما يؤدي إلى تعزيز العمل التجاري وتنشيطه في مراحله الأولية في إطاره الثنائي والذي يتضمن أو يدخل تحت عباءة اتفاقية التجارة الأفريقية. هذا من جانب، وكذلك ممكن أن تسعى دولة المغرب في تذليل بعض الصعاب كإنشاء البنية التحتية للطرق ابتداء من دول المجاورة، فهذا مما يسهل عملية نقل البضائع بأسعار مناسبة خاصة خطوط السكة الحديدية لأن أسعارها منخفضة، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع المستوردة أو المصدرة. بالتالي بهذا الشكل يمكن أن تلعب مملكة المغرب دورا رائدا وأن تضع لبنات أساسية يحتذى بها بين الدول الأقل نموا والأكثر نموا في القارة الأفريقية.